جدا. الاهلي مش كده. واروح للاستاذ محمد القوسي. استاذ محمود صبري بيقول ان لعيبه النادي الاهلي ادابها في الملعب وعدم ضغطها على التحكيم خلى التحكيم مستباح. جانب اخر بيقول ان انت في الاعلام النادي الاهلي او لما تصدر بيان من النادي الاهلي المفترض ان انت ما تعقبش على التحكيم. فالحقيقه بقى احنا نفتح الشباك ولا نقفله؟ نقفل الشباك. حقيقه يعني ده موقف صعب جدا يعني. اتفق طبعا مع اخويا محمود صبري في كتير من الكلام اللي قاله، لكن فعلا الادب بتاع لعيبه النادي الاهلي يعني انا بشوف لعيبه كتيره جدا في فرق كتيره جدا في ماتشات بتضغط على الحكم وتجبره انه يروح للفار وتوقف في لعبات كتير جدا كانت ممكن تمر في فرقه تانية ضغطوا على التحكيم بشكل كبير جدا وقدروا ياخدوا منها حاجات غير مستحقه يعني. وده يمكن شفناه حتى في الماتش الاخير بتاع الزمالك وبيراميدز في ركله جزاء اصلا يعني كثيرون خبراء التحكيم اكدوا، كل الخبراء اكدوا ان هي ليست ركله جزاء، لكن مع هذا الضغط الحكم كان ممرر الماتش والامور ماشيه عاديه جدا، لكن الامور عدت يعني في واقعه زي واقعه مثلا اعتداء مثلا طارق حامد على عبد الله السعيد مثلا لعيب ما اعترضتش فالحكم مر. ففي حاجات كتير جدا يبدو ان الحكام يحتاجون الى بعض الضغوط. وانا عايز اتكلم على جزئيه التحكيم يعني هخرج من دي معلش على جزئيه التحكيم. اتفضل اتفضل. التحكيم المصري حاليا يمر باسوا مراحله. ده حقيقي. ودي على فكره دي مش راي، دي معلومات. الفار المصري حتى الان لم ينجح لقد رسب في الامتحان تقريبا يعني خبير تحكيم كبير جدا قال لي الفار في مصر صفر لان الحكام لم يجهزوا ولم يعدوا ولم يكن لهم اي دورات تدريبيه بدليل انك انت مش امكانيات بس الموضوع بشري كمان. لا لا طبعا يعني انت جايب حكم لماتش الاهلي والمحله الاخير حكم يعني ليس لديه خبرات، حكم ليس لديه قدرات، حكم صغير، حكم بعيد، حكم لم يجهز بشكل كبير جدا بيدير مباراه كبيره زي كده بدليل ان هو لم يستدعي الحكم في وقعه محمد هاني، لم يستدعي الحكم في وقعه فتح الله. بس انا اختلف مع حضرتك، اختلف مع حضرتك في نقطه حكم فار مباراه الاهلي وغزل المحله الحكم سيد شعبان. لان نفس الحكم ده كابتن او اسمح لنا اسف يا استاذ محمد، نفس الحكم ده هو اللي احتسب ركله جزاء على وادي دجله في الدقيقه 89 لصالح نادي الزمالك لم يراها الا سيد شعبان لما جاب الكاميرا من الزاويه اللي خلف المرمى. لكن اعترض لعيب الزمالك عنده من الكفاءه ولا اعترض جهاز فني للزمالك. اذا اشدنا بيه هنا في قناه النادي الاهلي وقلنا انت حكم متميز تمام. وجبت لقطه ما حدش شافها. مستحيل يا كابتن يكون نفس الحكم اللي جاب اللقطه دي هو نفس الحكم نفسه مرات لقطه محمد. اذا هناك معايير مختلفه. بالظبط. دعنا نتفق على معايير مختلفه. ممكن عرضت انت يا كابتن اسامه لقطه لماتش المقاولين ركله الجزاء بتاعه احداد وركله الجزاء بتاعه محمد تاني نفس اللعبه ونفس الفاول ونفس التحام محمد تاني اقوى ونفس الالتحام والتحام محمد هاني واضح جدا ودي احتسبت ركله جزاء ودي ما احتسبتش ركله جزاء. امبارح برضه محمد معروف نفسه اللي في ماتش الزمالك والمقاولين عرضنا اللقطه طرد لاعب مدافع المقاولين لما عرق المهاجم الزمالك. امبارح مباراه غزل المحله نفس اللقطه بالظبط ادى انذار فقط لك بالظبط والانذار يعني مثلا الاحتكاك اللي عمله بوالي اول ما نزل خد عليه انذار والجريمه اللي ارتكبها محمد فتح الله ما خدش عليها انذار. فطبعا في حاجات كتير جدا. طب استاذ